اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الرابع الابتدائي، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا حلوين يا محترمين، لسن 3 في كونسبت 2 ستوبنج موشن. طبعا موشن يعني ايه؟ الحركه. مع بعضينا بيبدا الدرس. ستوبنج معناه توقف، اوكي. عايز يفهمنا ازاي الجسم المتحرك ممكن نأثر عليه بقوة فيقف. بادئ الدرس بسؤال بسيط قوي. if we roll the two cars، حركنا دول، okay، two cars with the two different forces، قوتين مختلفتين. where car B is pushed with force greater than A، دفعنا العربية B اللعبة دي بقوة أكبر من A. Which car travel further distance؟ مين منهم تحرك مسافة أكبر؟ طبعا الكار بي. ليه؟ إنها تتأثر بقوة أكتر. طيب عايزين بقى جسم متحرك، عايزين نوقفه. How does an object in motion stop؟ زي جسم في حالة حركة يقف. في حالة حركة يقف يبقى لازم نأثر عليه بقوة مساوية ليه، بس في عكس الاتجاه، in the opposite direction. عشان كده يقول moving object only stop، جسم متحرك يقف فقط. when a force، لما قوة of the same amount، نفس الكمية، is applied، تؤثر عليه in the opposite direction. in the أولاد opposite a direction. يعني ايه opposite direction؟ في الاتجاه المعاكس للحركة بتاعته. يعني مثلا جسم بيتحرك بالشكل ده، عايزين نوقفه لازم نأثر عليه بقوة مساوية لنفس قوة الحركة بس في الاتجاه المعاكس، فالجسم يقف. ليه؟ عشان تبقى القوة هنا تعتبر بيسموها قوة بالانس، يعني قوة متوازنة، قوتين بيأثروا على الجسم بس في اتجاهين عكس بعض. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. الجزئية اللي بعديها the force that stop a moving object، القوة اللي بتوقف الجسم. maybe ممكن تكون easy to be observed، سهل انها تتلاحظ. زي مثلا when a car crashes into a wall، it will stop، عربية صدمت بحائط، wall يعني حائط. فاهمين يا ولاد؟ because the wall applying a force to the car with the same amount، الحيطة تأثر على العربية بنفس القوة، that push the car، اللي دفعت السيارة toward the wall. فاهمين يا ولاد؟ يبقى الحائط هيؤثر على السيارة بنفس القوة اللي أثرت في السيارة على الحائط. خلاص يا ولاد؟ طيب القوة دي تتشاف، هي تتلاحظ. ده في قوة تانية صعبة أوي إنها تتشاف، زي إيه؟ هنشوف دلوقتي. When a car run out of fuel، لما السيارة تخلص الوقود بتاعها، on a flat road، على طريق، its speed decreases gradual until it stop، عربية خلصت البنزين بتاعها وهي على طريق خط مستقيم كده، اوكي، flat road، طريق مستوي كده، اوكي. العربية دي بعد شوية ايه؟ هتقف. وهنبعد ليه عن يعني مثال تاني غير العربية. وانت راكب عجلة شلت رجلك من على البديل، اوكي، بعد شوية العجلة سرعتها تقل لحد ما تقف. ليه؟ عشان في قوة ما بين التايرز والرود، الطارة بتاعت العجلة او الطارة بتاعت العربية والطريق، اسمها فريكشن بس مش شايفينها. عشان كده بيقولك hard to be observed، قوة صعب انها تتشاف. هذه القوة اسمها الفريكشن، قوة بتنشأ نتيجة احتكاك جسمين ببعض. and it make او it يعني it make in the opposite direction، تشتغل في عكس الاتجاه. فاهمين يا ولاد؟ طيب يبقى because there is a friction force comes from، الفريكشن دي بتأتي منين؟ friction between the car tires and the road، ما بين السيارة دي كده، الطارة بتاعت العجلة والطريق. طيب أو friction between the air that flow over the car، أو الفريكشن بتاع الهواء.
الهواء كأنه بيزيح العربية لورا، يبقى أنا عندي فريكشن كده ما بين التايرز والرود، وفريكشن ما بين الهواء وجسم السيارة. يقول لك against، against يعني ضد، ضد سطحها. فاهمين يا ولاد؟ الفريكشن دي بتعمل حاجة من الاتنين، slow down وstop، تفضل تبطأ في السرعة لحد ما الجسم ايه؟ الجسم يقع. ايه اللي بعده يا محترمي؟ فريكشن بقى من خلال الشرح بتاعنا. ايه تعريف الفريكشن؟ الفريكشن معناه احتكاك. It is a force that is exerted، القوة التي تبذل، when object rub against each other، القوة التي تبذل عندما تحتك الأجسام ببعضها. انت كمان واحنا بردانين بنعمل ايه؟ بنحك ايدينا في بعضيها. ليه؟ الاحتكاك بيولد حرارة. الاحتكاك ده دي طاقة ميكانيكية بتتحول لطاقة حرارية. فهنا الفريكشن ده عبارة عن قوة بتبذل لما الأجسام بتحتك ببعضها. It is a force that is exerted، يعني تبذل، when object rub تحتك against each other. خلاص يا ولاد؟ خلي بالك بقى في ملاحظتين مهمين جدا في الفريكشن. الفريكشن always دائما slow down or stop، خلي بالك من دول. يعني دايما قوة الاحتكاك تبطأ أو توقف الموشن الحركة. وكمان الدايركشن، الاتجاه بتاع الفريكشن فورس، قوة الاحتكاك is always opposite to the direction of the motion. يعني قوة الاحتكاك، اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة. يعني لما جسم بيبقى ماشي كده وبيحتك بالأرض، كأن الأرض عايزة تزقه لورا العكس. يبقى ال direction of the friction is the opposite direction of the motion. لازم تعرف كلمة opposite دي عشان مهمة قوي، بتيجي complete وبتيجي choose، أو ممكن تيجي لك true or false. يعني ممكن أقول لك إيه؟ the direction of the friction is the same direction of the motion. قول بقى يا شاطر، ها؟ قول يا شطور. is the same direction، نفس الاتجاه، تبقى الإجابة إيه؟ برافو عليكم، false. لازم تبقى ال direction of the friction is the opposite direction. كلمة opposite دي مهمة قوي، يعني عكس الحركة. خلاص يا أولاد، نشوف مع بعض الأسئلة دي. هناخد من الكلمات ونحط تحت علشان نعرف نجاوب، لازم نعرف معاني الكلمات. فريكشن، قول يا دكتور، قول يا دكتور. ممتازين. احتكاك، أوبزيس، أوبزي يعني العكس، ها؟ يعني عكس الحركة مثلا. أنبالانس، قوة غير متزنة. نشوف الأسئلة. إن أوبجكت موف فروم إتس بليس، أي جسم بيتحرك من مكانه. وين ذا فورس، لما القوة acting on it، القوة المؤثرة عليه، are unbalanced، غير متزنة طبعا. the force that slow down or stop، لسه قايلين فوق، القوة اللي بتقلل أو بتوقف الموشن الحركة، تبقى friction. ممتازين، انتوا شاطرين وزي العسل. ثلاثة، friction is a force that opposes، يعني اتجاه عكس اتجاه الحركة. فاهمين يا محترمين؟ صفحة اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها rolling cars، بناخد فكرة عنها، العربيات الصغيرة دي، ها، زي التوي كار. واللي جاي ده عبارة عن activity، نشاط. احنا مش هنحفظ اي حاجة فيها، انت هتفهم بس هدف التجربة دي. لما نعمل هارد بوش، ندفع العربية بقوة كبيرة تتحرك مسافة أكبر. أعطيني توي كار وأعطيني ميجرنج رولر عشان نقيس المسافة، وبيقول لنا في الخطوات هنستخدم مرة هارد بوش مرة جنتل بوش، من غير ما نقرأ ولا نترجم. ما تخافش، التجارب مش بتيجي خالص، هو هدفها كده. لما يكون قوة دفع كبيرة، العربية تتحرك مسافة أكبر، هنقيسها بالرولر. قوة دفع صغيرة، المسافة هتبقى أقل. عايز يفهمنا إن في علاقة بين الهارد بوش وبين اللونج ديستنس، أو الجنتل بوش والشورت ديستنس. لما تكون القوة هارد تبقى المسافة كبيرة والسرعة أكبر، لما تكون القوة جنتل خفيفة، قوة دفع بسيطة، طبعا الجسم يتحرك مسافة أقل. تجربة ما تشغلش بالك بيها خالص. أهم حاجة يا محترمين الكونكلوجن اللي جاي ده، وأقول لكم باي باي.
نخلي بالنا عشان conclusion مهم جدا. يعني ايه conclusion؟ استنتاج. نستنتج ايه من التجربة؟ hard push قوة الدفع الكبيرة causes object تسبب للجسم to travel ينتقل long distance. شايفين hard push long distance، gentle push هتسبب ان الجسم يتحرك small distance. يبقى انت long distance مرتبطة بالhard push، جنتل بوش مرتبطة بالسمول ديستنس. أكيد فاهمين عشان انتوا شاطرين. نوت ملاحظ إف ذا سيم فورس نفس القوة أثرت على التوي كار والتوي تراك، عربية صغنونة لعبة وعربية شاحنة كبيرة دي كتلتها أكبر، نفس القوة أثروا الاتنين اتأثروا بنفس القوة، مين فيهم اتحرك مسافة أكبر؟ التوي عشان كتلتها أقل، يعني الجسم كتلته قليل وأثرنا عليه بقوة اتحرك مسافة أبعد. الترك اللي كتلتها كبيرة اتحرك مسافة أقل. يبقى the car اللي هي smaller object will travel farther distance اتحرك مسافة أبعد. طب والترك اللي هي bigger object will travel shorter distance. كلام بسيط وسهل جدا جدا. آخر حاجة يا محترمين وأقول لكم باي باي. check your understanding true or false toy car travel very small distance، العربية اللي عبدها تتحرك مسافة صغنونة جدا when it is pushed hard false، pushed hard يبقى على طول long distance. when we push toy car and toy truck لما نحرك عربية صغنونة لعبة وشاحنة كبيرة لعبة ها with the same force بنفس القوة the toy car will move faster، التوي كار عشان كتلتها أقل تتحرك أسرع. طبعا ترم كده خلصنا الليسن كله، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. ربنا معاكم يا اولاد وربنا يوفقكم، ومن نجاح الى نجاح دايما، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.